أهلا بكم في أخبار المساء. أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الحملة التسويقية التوعوية لبرنامج عابر لتنظيم مركبات الأجرة تحت شعار اعرف أجرة مشوارك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية. هيئة الطيران المدني تستضيف منتدى دعم الابتكار في مجال استخدام وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون والطاقات النظيفة في قطاع الطيران المدني، ويهدف المنتدى إلى تعزيز نشر استخدام وقود مستدام وصديق للبيئة في صناعة النقل الجوي، ويسهم في تحقيق رؤية عمان 2040. أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ممثلة في المديرية العامة للطرق والنقل البري بمحافظة ظفار عن إنجاز 46% من أعمال مشروع تصميم وتنفيذ تثبيت الميول بطريق أرجوت صرفيت بولاية ظلكوت، والذي تبلغ تكلفته أكثر من 11 مليون ريال عماني. لمعرفة المزيد من الأخبار تابع الموقع الإلكتروني www.thearabianstory.com.